أهلا بكم من جديد. أظهر مسحون خاص لسي ام بي سي عربية ارتفاع أرباح البنوك العمانية بفترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 26% على أساس سنوي، ولتصل إلى 271 مليون ريال. نتابع المزيد من التفاصيل مع رندا خشة. تحسن إيجابي في أداء القطاع البنكي بالنسبة لسلطنة عمان كنا شاهدناه خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام، وذلك مقارنة مع هذه الفترة من العام الماضي بسبب تداعيات الجائحة والتي تسببت بها من تراجع في هذا القطاع. ولكن ماذا عن بيانات البنوك العمانية لهذه الفترة؟ شاهدنا أرباح ارتفعت بأكثر من 26% مقارنة بالتسعة أشهر الأولى من هذا العام، والأعلى ربحية في 2020 بالنسبة للبنوك العمانية. شهدنا بنك مسقط ارتفاعات 24%، وعلى ما يبدو أن جميع البنوك العمانية سجلت ارتفاعات في الأرباح خلال هذه الفترة، حتى بنك سحار 34%، والأكثر ارتفاعا كان البنك الوطني العماني ب 39%. شهدنا آخر التطورات الخاصة والتي قامت بها حكومة سلطنة عمان الإجراءات للتصدي لتداعيات الجائحة. أشار التقرير الأخير الصادر من قبل البنك المركزي العماني عن تحسن النظرة المستقبلية لاستقرار المالي في السلطنة، وأشار بأنه سوف يكون إيجابية من خلال العام 2021 و2022 بسبب الإجراءات التي قامت بها مؤخرا الحكومة. أصول البنوك العمانية هي الأخرى شهدت ارتدادة إيجابية وارتفاع 6%، نتحدث عن ذات الفترة 9 أشهر الأولى من هذا العام. وكذلك شهدنا البنوك الأكبر من حيث الأصول، لدينا بنك مسقط هو الأعلى ب 36% خلال العام 2020، وكذلك توزعت نسب أخرى على البنوك العمانية الأخرى. من جهة أخرى كنا شاهدنا القطاع المصرفي الذي قال البنك المركزي بأنه قادر على تحمل صدمات متوسطة للفترة المقبلة بالنسبة للمخاطر. وكذلك على مستوى القطاع بأكمله أشار بأنه دون الإخلال بالحد الأدنى لمتطلبات البنك المركزي لنسبة رأس المال إلى الأصول المرجحة بالمخاطر، أي هذه النسبة أو نسبة كفاية رأس المال التي تبلغ 12.25 نقطة المئوية بالنسبة لهذه النسب التي أعلن عنها البنك المركزي. ولكن إجمالي القروض الذي شاهدناه كان قد تحسن خلال هذه الفترة مقارنة مع الفترة الماضية بسبب تداعيات الجائحة 5%، حتى بالنسبة للمخصصات التي تراجعت لدى البنوك مقارنة مع فترة الجائحة. إجمالي الودائع هي الأخرى ارتفعت ب 3%، ولكن نسبة القروض إلى الودائع بنهاية 9 أشهر الأولى من هذا العام وصلت نسبتها إلى ما فوق 106%. عمد البنك المركزي إلى رفع الحدود القصوى للاستثمار بالنسبة لأدوات الدين الحكومية للسلطنة من 45% إلى نسبة 50% من إجمالي قيمة الصافية للبنك المركزي. إذن هناك نظرة إيجابية مستقرة لأداء القطاع المصرفي في سلطنة عمان للفترة المقبلة. ولكن ما هي آخر التطورات الخاصة بهذا القطاع؟ شهدنا البنك الوطني العماني في يوليو 2021 أعلن البنك التجاري القطري يسحب عرض الاستحواذ لعدم الحصول على الحد الأدنى من نسبة قبول المساهمين. من جهة أخرى كذلك خلال هذا العام بنك مسقط حصل على الموافقة للاستحواذ على حصة إضافية في بنك سيكو البحريني. وبنك سحار مؤخرا في شهر سبتمبر الماضي عمد على زيادة رأس المال ليصبح عدد الأسهم في حدود 2,990,000,000 سهم بالنسبة للصح من خلال زيادة رأس المال. إذن شهدنا هذه الارتدادة الإيجابية لأداء الإيجابي الخاص بالقطاع المصرفي في سلطنة عمان. وحول قطاع المصارف العمانية انضم إلينا من مسقط سيد خلفان الطوقي الكاتب والمحلل في الشؤون الاقتصادية. سيد خلفان أهلا بك معنا. هذا التعافي الذي شهدناه بفترة 9 أشهر ونمو الأرباح 26% للقطاع المصرفي رافقه يعني ارتفاع بالقروض ب 5% وإجمالي الودائع 3%، هل هذا يعني بأن البنوك بدأت تخرج فعليا من أثر أزمة كورونا؟ شكرا جزيلا على الاستضافة، وشكرا أيضا لقناة السي ام بي سي متابعة للقضايا العمانية وخاصة القطاع الاقتصادي. بالفعل تقريركم كان شافي ووافي، وهذا يعني الأرقام كلها تؤكد أنه
النظام المصرفي والاقتصاد العماني يتراجع يوم بعد يوم، خاصة أن الأرقام كلها كانت إيجابية، مثل النمو الاقتصادي المتوقع له عام 2022 إلى 3%، التضخم أيضا ارتفع إلى 3% وهو رقم نوعا ما مقبول. هذا يدل على أنه في تراجع القيم، يعني القوى الشرائية، أيضا الاستثمار، أيضا المناقصات الحكومية، كلها مؤشرات جيدة. الاستثمار الخارجي يتوقع له، أولا هو ارتفع مقارنة بتسعة أشهر الماضية مقارنة بسنة 2020 إلى 2021 بنسبة 6.2%، وهذا مؤشر جيد. هذه كل الأرقام تؤكد أنه القطاع المصرفي في تعافي، وإن شاء الله سوف إذا شهدنا أنه تسعة أشهر الأولى من هذا العام في تعافي، وأنت ذكرتي مثال بنك مسقط على سبيل المثال 36% ارتفع، HSBC ارتفع بحوالي 412%، وهذا رقم كبير. وأيضا باقي البنوك كلها التي لم ترتفع هي لم تنخفض، التي ارتفعت ارتفاعات بسيطة جدا مثل بنك العربي وبنك نزوة، ارتفاعات بسيطة ولكن باقي البنوك كلها بشكل جيد. نعم، الودائع الحكومية يعني حسب المركز العماني للبنوك التجارية وحدها نمت ب 4 مليار و 300 مليون مقابل مليار و 200 مليون بالنسبة لمؤسسات القطاع العام. يعني سيد خلفان، إلى أي مدى بنتوقع استمرار هذه الودائع بالتصاعد وتحديدا الودائع الحكومية لدى البنوك، خصوصا إن عدنا لنشهد ارتفاع أسعار النفط من جديد فوق مستويات ال 80 دولار؟ هي طبعا الودائع الحكومية في بعض الأحيان تحتاج إلى تنويع لاستثماراتها، وهناك توجيه من البنك المركزي ومن جهاز الاستثمار العماني أنه يتم استخدام هذه الودائع في عدة مشاريع وعدة أدوات استثمارية مثل السندات والصكوك الإسلامية والأسهم المحلية و الإقليمية والعالمية. لذلك من المتوقع إذا استمرت أسعار النفط في الانضباط وتأرجحها من 80 إلى 85، المتوقع أنه أيضا الودائع سوف تؤتي بثمار طيبة على نهاية هذا العام بإذن الله. نعم، أدي لدى البنوك العمانية قدرة، يعني بعد أزمة كورونا، القدرة على إدارة التكاليف بشكل أشد مما كان سابقا سيد خلفان، للمحافظة على هوامش الربحية بشكل قوي برأيك؟ نعم، هناك عدة برامج مثل ما ذكرتي، الصرامة الرقابية من البنك المركزي على البنوك التجارية، وأيضا التسهيلات التي قدمها البنك المركزي العماني في جائحة كورونا، كل ذلك ساعد على صمود القطاع المصرفي في السلطنة. أيضا هناك برامج جيدة يعني عكست إيجابا للقطاع المصرفي، مثل برنامج التوازن المالي وبرنامج القيمة المحلية المضافة وارتفاع أسعار النفط، كل هذه سوف تنعكس إيجابا وسوف نشهد ذلك ملحوظة في الربع الأخير من هذا العام إن شاء الله. نعم، يعني أيضا شهدنا يمكن إطلاق برنامج استثمار في التكنولوجيا المالية بقيمة 100 مليون دولار من قبل أحد البنوك الكبرى بالسلطنة. أستاذ خلفان، اليوم إلى أي مدى أصبحت الرقمنة عامل أساسي لزيادة إيرادات البنوك وأيضا جذب مزيد من العملاء بالمرحلة الحالية؟ طبعا الى جانب الاستثمارات القطاع المصرفي والبنوك التجاريه في السلطنه، هناك تحول يعني مقبول جدا وجذري في بعض البنوك بتطبيق البرمجيات والتقنيه، تقنيه البلوك تشين وغيرها لمواكبه التطور العالمي. لذلك بعض البنوك على سبيل المثال بنك ظفار يعني يحاول أن يكون سباق، وحتى يحاول أن يعني يتعامل أو يسهل عملية الاستثمار في العملات المشفرة.
وهذه ريادة منهم، وأتوقع أنه في قادم الأيام سوف نشهد مواكبة للاستثمار في الاقتصاد الرقمي، وهذا بكل تأكيد مثل ما ذكرتي سوف ينعكس إيجابا خاصة مع رجوع الحياة والاقتصاد إلى حالاته السابقة وطبيعته المعتادة. فكلنا كمراقبين متأملين خير، وإن شاء الله سوف تكون التشريعات الجديدة التي تتبعها الأجهزة الحكومية في السلطنة ستنعكس إيجابا على القطاع المصرفي، وسوف يظل متماسكا خاصة مع رفع S&P وفيتش لتصنيف الائتماني في السلطنة، وأيضا تصنيفه للبنوك التجارية. هل سنشهد تخفيض للمخصصات بشكل أكبر برأيك بما تبقى من النصف الثاني من هذا العام سيد خلفان بالنسبة للبنوك، وبالتالي توجيه جزء من المخصصات إلى هذا الاستثمار الرقمي؟ بكل تأكيد أتوقع ذلك. مثل ما ذكرت أن الرقابة الصارمة من البنك المركزي كان لأسباب معينة، عندما زالت تلك الأسباب سوف يكون البنك المركزي داعما للبنوك التجارية لكي تجد أدوات استثمارية تضمن لها الاستدامة. نعم، نشكرك سيد خلفان الطوقي الكاتب والمحلل في الشؤون الاقتصادية، كنت معنا من مسقط، شكرا جزيلا لك.